بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السادة الوزراء المشاركين، معالي السادة رؤساء الهيئات المالية العربية، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر لحضور الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، وأنتهز هذه الفرصة لكي أنقل لكم تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي شرفني بإلقاء كلمة نيابة عن سيادته في هذا المحفل الكريم. السيدات والسادة، يعد تشرف مصر باستضافة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024 أبلغ دليل على حرصها الدائم على دعم جهود التكامل بين الدول العربية الشقيقة، ذلك الهدف الذي طالما سعينا لتحقيقه جيلا بعد جيل ولم نتخلى عنه بالرغم مما شهدته منطقتنا العربية من أحداث جسام على مدى عقول. ومما لا شك فيه أن انعقاد الاجتماعات السنوية هذا العام يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها الاقتصادية على كافة الدول ومن بينها الدول العربية. وفي هذا الإطار تبرز أهمية دور الهيئات المالية العربية في دعم الدول العربية على تجاوز التحديات الراهنة والعمل على استئناف خططها التنموية بما يرقى لتطلعات شعوبها. ومن هنا فإنني أشيد بدعم الهيئات المالية العربية لجمهورية مصر العربية على مدى السنوات الماضية، وهو ما ساهم ضمن العديد من الموارد المالية الأخرى في دعم المشروعات التنموية الرئيسية في الدولة المصرية. وبالرغم من كل ما قدمته الهيئات المالية العربية من دعم ومساندة لجهود التنمية في البلدان العربية، فإنها مطالبة بالقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة التي تتعاظم فيها التحديات الإقليمية والدولية، والتي تحتاج فيها الاقتصاديات العربية إلى مزيد من الدعم المالي والفني لمواجهة التحديات الراهنة، لا سيما عبر دعم قدراتها على زيادة صادراتها وتعزيز التجارة العربية البينية. السيدات والسادة، إن ثقتنا في قدرة الحكومات العربية على تجاوز التحديات الراهنة والتجاوب مع تطلعات شعوبنا لا حدود لها، طالما حرصت دولنا على القيام بالإصلاح الاقتصادي اللازم لمعالجة الاختلالات الراهنة. ومن هذا المنطلق فإن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاذ خطوات إصلاحية هامة على صعيد الاقتصاد المصري بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية وزيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية، لا سيما في إطار رؤية مصر 2030. ويعد من أبرز ملامح تلك السياسة الإصلاحية دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا بخلاف نجاح الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي، كما نمضي قدما للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي. السيدات والسادة، يعد دور الدول المتقدمة وشركاء التنمية ذو أهمية خاصة لدعم قدرة الدول النامية على تجاوز التحديات الراهنة، حيث أدعو الدول المتقدمة أن تقدم الدعم المستحق للدول النامية في ظل هذه الظروف الصعبة، كما ينبغي النظر في إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية وفي مقدمتها مؤسسات التمويل الدولية عبر تطوير حلول مالية مبتكرة تناسب المتغيرات الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، خاصة على صعيد التغيرات المناخية وآثارها السلبية علينا. كما أدعو مؤسساتنا المالية العربية لكي تكثف الدعم والمساندة للدول العربية على نحو يخفف من وطأة التحديات من على كاهل المواطن العربي، وأن تمنح رأس المال البشري اهتماما خاصا في خططها التمويلية باعتباره المكون الرئيسي والعنصر الأساسي في عملية التنمية المستدامة،
فضلا عن دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية التي تعد ركنا أساسيا من أركان عملية التنمية الشاملة. وفي الختام، فإنني أؤكد أن مصر عازمة بالتعاون مع الأشقاء العرب على الاستمرار في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وفي القلب منها الهيئات المالية العربية، بما يلبي تطلعات شعوبنا العربية نحو غد أفضل ننعم فيه جميعا بالأمن والسلام والرخاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.